إن حسان للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفن، قال أبي طيبة: رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعف الرسوم وتهمد، ولا تمح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثاره وباقي معالم، وربع له فيه مصلى، ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم، لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا، فالآي منها تجدد، وعرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا به وراه في الترب ملحد، وظللت بها أبكي الرسول، فأسعدت عيون ومثلها من الجفن تسعد، تذكر آلاء الرسول، وما أرى لها محصيا نفسي، فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره، ولكن نفسي بعض ما فيه تحمد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طريق القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ذوافها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه، وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض، فالناس أكمد، وهل عدلت يوم الرزية هالك الرزية يوم مات فيه محمد، تقطع فيه منزل الوحي عنهم، وقد كان ذا نور يغور وينجد، يدل على الرحمن من يقتدي به، وينقذ من هول الرزايا، ويرشد إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا، فبينهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد، فأصبح محمودا إلى الله راجعا، تبكيه جفن المرسلات وتحمد، وأصبح أمست بقاع الحرم وحشا بقاعها لضيبة ما كانت من النور تعهد قفارا سوى معمورة اللحد.